الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. الأوبريتور راح نحكي فيه دلوقتي مالتي ابليكيشن أساينمنت، تمام؟ وده بيعمل لي عمليتي مالتي ابليكيشن وأساينمنت. ببساطة ممكن نكتب السطر ده، بيعمل إيه؟ الأوبريتور ده بيضرب القيمة اللي على اليمين في قيمة المتغير اللي على الشمال، دي أول مرحلة، وبيحط الناتج في قيمة المتغير اللي على الشمال، تمام كده؟ ديت المرحلة الثانية. يعني أنا عندي كده أهو زي ما بيقولوا X multiplication يساوي أو multiply يساوي Y، ده معناه إن هو X بتساوي X مضروبة في Y، فالناتج هيطلع عبارة عن إيه؟ 5 في 6 يدي لك إيه؟ يدي لك 30، تمام؟ الموضوع مفهوم. لو أنا عملت الزد أنت عارف إن الضرب عملية تبادلية والمسألة هتمشي عادي، لأن أنا حتى لو حطيت في النص هنا multiply Z multiply يساوي، أنا آسف، او ملتبلاي يساوي قيمة زد، وعملت كنترول اس فهطلع لك الناتج 300 اللي هي قيمة ال 30 في 10. عارف ان هو عوض عن ده مع نفس السيناريو اللي احنا كنا بنعمله. الوضع طبعا خليني اشيل الزد واقول لك انه لو انا حطيت قيمة الواي طيب بايه؟ بسترنج يا جماعة، حطيت مثلا كتبت اسمي، ايه بقى رد فعلك؟ يا ترى ايه ممكن انت متوقع يحصل ايه بالظبط؟ واللي في بالك احنا القصة دي اتكلمنا فيها قبل كده، ها؟ ايه اللي في بالك بقى؟ ممتاز. لو كان نفس الاكسبكت اللي انت توقعته هو القيمه نوت نمبر، فانت ايه بالفعل كده مركز وصح، لان انت بتحاول تضرب او بتحاول تجري عمليه حسابيه على ديفرنت داتا تايبس، فالناتج راح يكون غير منطقي بالمره مثلا، تمام؟ ان هي القيمه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.